السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الوطني لايك للفيديو واشترك في القناة، وهذا ليصلك كل جديد. أخبار سارة وجديدة اليوم للمنتخب الوطني، وهذا قبل ساعات قليلة من مباراة غينيا الاستوائية، حيث تخلص المنتخب الوطني من مشكلة الإصابات نهائيا التي ضربت بيت المنتخب مؤخرا. ومن أفضل الأخبار اليوم، حل المدرب المساعد للناخب الوطني جمال بلماضي سيرجيو رومانو بمدينة دوالا الكاميرونية، أين اندمج مع زملائه في الطاقم الفني، وهو الأمر الذي سيعطي حتما دفعة معنوية للناخب الوطني جمال بلماضي، لأنه يعتبر يده اليمنى، وهذا لمساعدته لوضع خطة تكتيكية ناجحة للإطاحة بغينيا الاستوائية. وقال سيرجيو رومانو في تصريح له بعد ساعات قليلة من وصوله إلى الكاميرون: شاهدت مباراة سيراليون والأجواء لم تكن مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية، واللاعبون ضيعوا عدد من الأهداف لعدد من الأسباب، عانيت بعض الشيء من المرض، لكنني الآن جاهز 100% لتقديم يد المساعدة لجمال بلماضي والمنتخب الوطني. يعتبر سيرجيو رومانو من أفضل الركائز التي يعتمد عليها جمال بلماضي في الطاقم الفني، لأنه يساعده كثيرا في وضع خططه. بالتوفيق للمنتخب الوطني.